طبعا يعني الدوري بقى الموسم الجديد كل سنه وحضرتك طيب ابتدى بالفعل اول امبارح وشكل الدوري هيبقى حلو لان البدايه كانت حلوه وشفنا مباريات قويه وغزاره هدفيه خصوصا طبعا في ماتش الاتحاد وسموحه فيعني رؤيتك ايه بقى للموسم ده في ظل البدايات القويه اللي احنا شاهدناها اليومين اللي فاتوا؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم البدايه مبشره بدايه من القرار اللي هو حضور الجماهيري ده حاجة كويسة جدا جدا بيدي باور وبيدي دفعة وبيدي يعني شكل جمالي للمباريات البداية ساخنة زي ما بيقولوا مباريات اللي اتلعبت مباريات كبيرة جدا وأحرز فيها أهداف كتير ومباراة سموحة زي ما حضرتك اتفضلت والاتحاد مباراة كانت 4-1 لسموحة وقدر الاتحاد يعمل ريمونتادا ويرجع تاني للمباراة 4-4 دي بقى مباراة على الأرض مباراة كويسة جدا طبعا. البنك كسب 3 المقاولين ربح اول ماتش ليه في الدوري الزمالك ربح 2 امبارح الفرق بدايه قويه جدا جدا انا شايف ان الدوري السنه دي هيبقى مميز كمان الاضافه لحضور الجماهيري لان دي نقطة عظيمة الجماهير بتدي باور وبتدي يعني ايه كمان. انتعاشه للعيبه والمنظومه كلها حتى بشكل الملعب ما فيه جماهير غير ما يكون ملعب فاضي طبعا. فانا شايف البدايه هتبقى قويه جدا جدا وبرضه الملفت للنظر في 7 لعيبه اجانب في سموحه وفي الاتحاد وفي المقاولين احرزوا اهداف في الاسبوع الاولاني دي برضه حاجه مبشره ليهم هم لان انت عارفه مصر محطه كبيره جدا جدا للعيبه الافارقه اللي عايزين يطلعوا على اوروبا واللي عايزين يبقى ليهم السعر بتاعهم يعلى المسابقه بتاعتنا مميزه من ضمن المسابقات القويه جدا جدا في المنطقه يعني فشايف دي برضو حاجه ملفته للنظر اكتر من لاعب افريقي سجل في اول اسبوع حوالي 7 لعيبه انا شايفها هتبقى بدايه قويه ان شاء الله باذن الله حلو.